على الرغم من ظهور تقنيات حديثة للبناء من أدوات وإنشاءات، ما زال الموصليون يعملون على إنتاج الجبس المعروف محلياً بالجص. أصحاب المنازل وعمال البناء في الموصل يفضلون استخدام الجص في ترميم الدور والمباني المليئة بالثقوب والأرضيات المنهارة جراء العمليات العسكرية التي انطلقت لتحريرها قبل 7 سنوات. صار دمار جدا كبير بالمدينة القديمة، لكن احنا من أجل الحفاظ على التراث وعلى بيوتنا فنصر على إعادتها بالطراز المعماري اللي كانت مبنية علينا، وهو الطراز الموصلي اللي مبني بالجص والحجر. سعر الطن الواحد من الجص يصل إلى نحو 45 دولارا، بينما يبلغ سعر الطن الأسمنت 75 دولارا، وهذا يفسر الرغبة في استخدامه والإقبال على تطوير معامل إنتاجه في المحافظة. حالياً طريقة التطوير لأن ما تغطي التكلفة مالها، هي سعره الجص يكون رخيص جداً، فإذا نطور ما راح تتحمل الشغلة، التكلفة راح تكون عالية، وبالمقابل الجص يعني سعره رخيص يبقى. تبدأ عملية إنتاج الجص بتكسير الصخور المتوافرة بكثرة في المنطقة وطحنها وتكليسها ليستخدم في مواقع البناء في البلدة القديمة التي تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على التراث والثقافة. حجر يجينا من المقلاة على شكل صخر كبار، تجيبوا القلابات تقريبا بل 25 سفره لمن ما يكمل الكور، فهذا ال 25 سفره العامل ما يقدر يشتغل اذا ما عن طريق كسر الحجر ناعم، نكسره عن طريق طخماخ، يجي شعال مكينه تشعله لمده 30 ساعه او اكثر او اقل. الموصل التي شهدت اياما صعبه بعد عام 2014 ودمرت فيها مئات المنازل والمنشآت العامه، تتزامن عودة الحياة إليها ببطء مع تلكؤ إعادة الإعمار في المنطقة القديمة وبعض المناطق الأخرى بسبب الخلافات السياسية وشبهات الفساد.